كلنا ورا هيك، كلنا ورا، كلنا ورا. زيحة واحدة بس. الله يصبرك يا خي، الله يصبرك. بكلمات مؤثرة، نجوم الفن والإعلام ينعون نجل جورج وسوف. فيديو لجورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل هيدا دمعت عيني. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. القصة الكاملة للأزمة الصحية لابن جورج وسوف. تعرض وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف إلى أزمة صحية كبيرة مؤخرا، يمكث على إثرها في أحد مستشفيات لبنان، حيث نشر العديد من رواد تويتر تدوينات دعت لابن سلطان الطرب بشفاء، منهم الإعلامي نيشان الذي كتب: قلبي حزين ربنا يشفيه، وذلك في رد على تغريدة لعدد ممن طالبوا بالدعوات له ليخرج من أزمته الصحية التي وصفت بالحرجة دون الدخول في التفاصيل، كما ربط الكثيرون بين تغريدة إليسا الأخيرة التي طالبت فيها بضرورة الاتجاه لأحد مستشفيات لبنان وتبرع بالدم هناك. ومن بين الذين تواجدوا وديع جورج وسوف هناك بنفس المستشفى، يذكر أن آخر أعمال للفنان جورج وسوف أغنية بيتكلم عليا التي قام بطرحها مؤخرا عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات أمير طعيمة ألحان زياد برجي، واقتربت الأغنية من تحقيق 8 ملايين مشاهدة خلال شهر من طرحها. بكلمات مؤثرة، نجوم الفن والإعلام ينعون نجل جورج وسوف. نعى عدد من نجوم الفن والإعلام وديع وسوف نجل الفنان السوري وجورج وسوف الذي توفي مساء الجمعة بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة على خلفية إجرائه جراحة تكميم المعدة. وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بوجع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معاك يا ابو وديع، حامل اسم ابنك كل عمرك وهلا حامل وجع فراقه، الله يعطيك القوة. وعربت كرم سماح عن حزنها في تدوينة عبر تويتر قالت فيها: مش قادر اصدق شو هالخبر الحزين، وديع جورج وسوف صار بين ايديك يا رب، الله يصبر امك وبيك واخوتك على كسرة قلبهن عليك. فيما دعت الاعلامية رابعة زيات بالصبر للفنان جورج وسوف في تدوينة جاء فيها: كتير قاسي هالخبر، ما في كلام غير الصلوات ان الله يصبر قلبك يا أبو وديع وقلب أم وديع جورج وسوف. ونعت نجوى كرم الراحل قائلة: الدنيا وجع، وهالوجع بالذات جمر ونار ما بتنطفي، خصوصي عند الأهل، الله يرحم شبابك وديع ويصبر قلب وديع أم وديع. فيديو لجورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل هيدا دمعت عيني. سلطان الطرب أنا مسميه على التليفون جيسوس ودي. عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للمطرب السوري جورج وسوف يتحدث عن ابنه الراحل وديع قبل وفاته بفترة طويلة. وقال جورج وسوف في اللقاء: هيدا دمعت عيني، هيدا حبيب القلب من جوا، أنا مسميه على التليفون جوسوس، هيدا الحنين تبعي، هيدا الغالي وديع. إلى هذا فجع سلطان الطرب فجر السبت بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة في المعدة. جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل لأحد المستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع. عزاه وديع جورج وسوف اليوم وتشييع جثمانه غدا بمسقط رأسه. أعلن الحساب الرسمي للفنان جورج وسوف عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع، وذلك بعد أن وافته المنية مساء الجمعة. وكتب حساب جورج وسوف عبر صفحته على فيسبوك: المنتقل لرحمة الله يوم الجمعة متمما واجباته الدينية، يحتفل براحة نفسه الساعة 11 من قبل الظهر يوم الأحد الثامن الحالي في كنيسة القديس نيقولاوس للروما الأرثوذكسة. وأضاف جورج وسوف: ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأس كفروم، حيث تقام صلاة البخول لراحة نفسه الساعة 5 بعد الظهر في كنيسة مترلياس كفرون، ثم يوارى في مدافن العائلة. وتتقبل يوم السبت أسرة سلطان الطرب جورج وسوف واجب العزاء في وديع نجل وسوف الأكبر، وذلك في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروما الأرثوذكس الأشرفية من الظهر وحتى 6 مساء. وتوفي وديع جورج وسوف ابن الفنان الكبير جورج وسوف مساء الجمعة بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية تصغير المعدة التي أجراها مؤخرا. وشهدت الساعات الأخيرة في وفاة وديع جورج وسوف دخول المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل المسار المعدة.
وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت، لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف في المعدة، فتم نقله إلى مستشفى مار يوسف. سلطان اضطرب يفجع بابنه وفاة وديع جورج وسوف. فجع الوسط الفني السوري والعربي فجر السبت بخبر وفاة وديع وسوف ابن الفنان السوري جورج وسوف إثر تداعيات جراحة في المعدة. جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل لأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت في حالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع. وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها، فإن وديع تعرض لنزيف داخلي أودى بحياته، وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزنا بعد إعلان الوفاة. ورث عدد كبير من المشاهير الراحل. صدمة تهز الوسط الفني، وفاة النجل سلطان الطرب جورج وسوف. قدمت النجمة فيفي عبد النعي في وفاة ابن النجم جورج وسوف، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعي قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإن إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله وديع جورج وسوف ابن الفنان الكبير جورج وسوف. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب، وصبر أهله على فراقه يا رب. خبر صادم وحزين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة. وبعدما شغلت حالته الصحية مواقع التواصل الاجتماعي عصر الجمعة، أفادت وسائل إعلامية محلية في لبنان وفاة وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف، وكانت حالة وديع وسوف الصحية قد تدهورت نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجرها قبل أيام، قبل إنهاء عملية ربط معدة أدت إلى مضاعفات تسببت بوفاته اليوم. وقالت مصادر طبية في مستشفى لبناني شرق العاصمة بيروت لموقع سكاي نيوز عربية إن وديع وسوف دخل المستشفى وهو بحالة الخطر نتيجة تعرضه لنزيف حاد بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام. وكان وديع قد دخل إلى إحدى مستشفيات لبنان لإجراء عملية جراحية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدة دم له. وبعد أن انتشر الخبر بشكل واسع على السوشيال ميديا، شارك اليوم جورج وسوف جونيور صورة لشقيقه على إنستغرام يدعو فيه له بالشفاء. يشار إلى أن وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة في آرائكم في التعليقات: ما هو سبب وفاة ابن الفنان جورج وسوف؟ لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.